الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. كيف يكتب لك أكثر من قيام 4 ليالي في ليلة واحدة؟ كيف يكتب لك أكثر من قيام 4 ليال في ليلة واحدة؟ أولا، صلي العشاء في جماعة، لك لو صليت العشاء في جماعة كتبت لك بها نصف ليلة. تصلي الفجر في جماعة أو تصلي الصبح في جماعة يكتب بك لها يكتب بك لها بها قيام ليلة كاملة. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقيم ليلة كاملة، لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقيم ليلة كاملة. فصلاة الصبح في جماعة واجب شرعي حتمي جازم، ومن ترك صلاة الصبح في جماعة يأثم إثما كبيرا، قرع جمهور العلماء عليه الإثم الكبير والخسارة الفادحة. الأحاديث الصحيحة التي قلتها كثيرا قبل ذلك: من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها. فمن ترك صلاة الصبح في جماعة بغير عذر فهو آثم، فهو آثم إثما كبيرا ومحروم وخاسر يوم القيامة، وسيندم أشد الندم يوم القيامة على تفريطه في هذا الثواب العظيم. وقلنا قبل ذلك أن جواز المرور على الصراط هو الحفاظ على صراط الفجر في المسجد. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، أو بالنور العظيم يوم القيامة. النور العظيم هو نور صلاة العشاء والفجر، والفجر أهم من عشاء. فبشروا المشائين بالظلم وهم يمشون على الصراط الذي يضرب على متن جهنم، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث البخاري: لقد هممت أن آمر بالصلاة ثم تقام فتقام، ثم هممت أن أستخلف واحدا ليصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحطب، ثم أخالف الأقوام فأحرق عليهم بيوتهم. وقال عليه الصلاة والسلام في البخاري أيضا: لولا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفت لأقوام فحرقت عليهم بيوتهم، الذين يتركون صلاة الجماعة وصلاة الفجر بدون عذر. لذلك صلاة الفجر في جماعة بقيام ليلة كاملة بل هي أفضل. لذلك فأنت لو صليت العشاء في جماعة وصليت الفجر في جماعة كتبت لك بها قيام ليلة ونصف ليلة في ليلة واحدة. تقرأ خواتيم سورة البقرة يكتب بها لك قيام ليلة كاملة. خواتيم قراءة خواتيم سورة البقرة قراءة خواتيم سورة البقرة لها فضل عظيم جدا 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 لا يعلمه كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: أوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهما نبي قبلي. وقال عليه الصلاة والسلام: فتح باب من في السماء لم يفتح من قبل، ونزل ملك من السماء لم ينزل من قبل، ومعه سورة الفاتحة ومعه خواتيم سورة البقرة. لذلك خواتيم سورة البقرة لها فضل عظيم جدا جدا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال العلماء في تفسير هذا الحديث 6 أقوال كلها أفضل من بعض. قال بعضهم كأنه قرأ القرآن كله طوال الليل، وقال بعضهم كان يكفيه الله سبحانه وتعالى أعين الجن والإنس والشياطين، وقال بعضهم والسحر، وقال بعض العلماء يكفيه الله سبحانه وتعالى يعني الخلل في العقيدة، يؤتى العقيدة الكاملة أو الإيمان الصحيح، لأن فيها آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال بعض العلماء يؤتى من الثواب العظيم ما يكفي عن أي شيء آخر. وقال بعض العلماء تكفيه قيام الليل. وأصح هذه الأقوال هو أنها تعوضك عن قيام الليل، فإنها يكتب لك بها قيام ليلة كاملة، كما قال عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح: من قرأ خواتيم سورة البقرة في ليلة كفتاه قيام الليل. فقالوا بما أنها تكفي أو تعوض عن قيام الليل فهي تساوي قيام ليلة كاملة، وربما أكثر، لأن الثواب عظيم جدا. يعني بعض العلماء قالوا تعطيك من الثواب ما يغنيك عن أي شيء، ثواب عظيم جدا. يبقى نقرأ خواتيم سورة البقرة أيضا
بنية الفوز أو الحصول على قيام ليلة كاملة. تقرأ خواتيم أو آخر عشر أو آخر تقرأ خواتيم أو آخر عشر آيات في سورة آل عمران بداية من قول الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الذي خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا إلى آخر الآيات. هذه الآيات جاء في روى الإمام الدارمي بسند فيه ضعف ولكن معنى الحديث صحيح. سأقول لحضرتكم في عجالة الأدلة على صحة هذا الحديث. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين والذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستنان بسنتهم إلى يوم القيامة: من قرأ خواتيم أو آخر آية آخر عشر أو من قرأ خواتيم أو آخر عشر آيات في سورة آل عمران كتبت له بها قيام ليلة كاملة. بمعنى أنك كأنك وقفت على قدميك من بعد صلاة المغرب إلى صلاة الفجر لم تفطر عن الصلاة لحظة واحدة. لماذا؟ أولا ثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه السنة العظيمة وكان يقرأها عند قيامه لليل وعندما يمسح عينيه لقيام الليل كان يقرأ هذه العشر آيات. قالوا لأن فيها تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما يكابده في من مشاق وفي الدعوة. وأيضا فيها يعني دليل ثاني فيها أعظم آيات للتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات: نزل علي آيات الليلة ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وهي عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وهي عبادة قلبية لها ثواب عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كما قال جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية أنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال عبد الله بن مسعود: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام سنة. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: قيام ساعة خير من تفكر خير من عبادة 80 سنة. لذلك أصحاب رضي الله عنهم والتابعون كانوا يمارسون هذه العبادة. وكان عبد الله بن عمر بن الخطاب يخرج إلى الصحراء أو إلى البيداء يتفكر في خلق السماوات والأرض وينظر إلى النجوم ويتعبد. وكان التابعون رضي الله عنهم يعني يتفكرون. فكان الواحد منهم يتفكر في آية من آيات الله سبحانه وتعالى كسفيان الثوري وغيره فيبول دما يعني يظل يتفكر طوال الليل في آية من آيات الله سبحانه وتعالى في آيات العذاب مثلا. فيبول دما من شدة خوفه من الله سبحانه وتعالى. فهي عبادة لها ثواب عظيم جدا. فهذا هو دليل الثاني الذي يقوي هذا الحديث أن فيها آيات التفكر. فهي تقوم مقام آيات التفكر في خلق في آيات الله سبحانه وتعالى والتفكر له ثواب عظيم. أيضا الحديث الذي قلناه سابقا عن فضل عظيم لخواتيم سورة البقرة يقوي هذا الحديث. لماذا؟ لأن سورة البقرة وسورة آل عمران وجهان لعملة واحدة يخرجان من معون واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: اقرأوا الزهروين أو السراجين المنيرين فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو كغيابتان أو كطيران صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. والبقرة وآل عمران سورتان متتاليتان. وبما أن خواتيم سورة البقرة بقيام ليلة كاملة ولها فضل عظيم جدا فإذا أيضا هذا يدل على أن خواتيم سورة آل عمران لها أيضا فضل عظيم في السنة. فمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قراءتها وقال العلماء أنها تعطيك دفعة قوية جدا
قيام الثلث الاخير من الليل او صلاه التهجد، ولي ان تدرك صلاه الفجر في المسجد. ف كل هذا يقوي هذا الحديث. فبما ان خواتيم سوره البقره لها هذا الفضل العظيم، فايضا خواتيم سوره عمران يكون لها هذا الفضل العظيم. طبعا انا اقول هذا باختصار. لو انك صليت هذا، بتصلي الفجر في جماعه وتصلي العشاء في جماعه، بكده قيام ليله ونصف ليله، قيام ليله قيام، تاخذ بها قيام ليله ونصف ليله، وتقرا خواتيم البقره وخواتيم ال عمران، ستاخذ باذن الله قيام ليلتين كاملتين. تصلي بين المغرب والعشاء ست ركعات، تصلي ستة ركعات بين المغرب والعشاء. هذه الصلاة تسمى صلاة الأوابين أو صلاة الغفلة، ولها فضل عظيم جدا جدا جدا، وقد تكلمت عنها كثيرا قبل ذلك. فجاء في فضلها، جاء في ذكرها العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقال العلماء: كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء، أو يصلون ست ركعات بين المغرب والعشاء. وقال جمهور المفسرين كالإمام الطبري وابن كثير وغيرهم: جاءت في الصلاة في بين المغرب والعشاء، أو كانوا آثار حسان في ند ست ركعات بين المغرب والعشاء. قال العلماء: أولا، من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له بها قيام عبادة، قضت له بها عبادة 12 سنة. هذا الحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه، أن يكتب لك بها قيام أو عبادة 12 سنة، 12 سنة عبادة، كأنك عبدت الله سبحانه وتعالى 12 سنة أو 12 سنة متواصلة. وجاء أيضا مرفوعا عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كما ذكر المفسرون، وكما ذكر الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، منقولة من كتب التفسير، ومنقولة من كتب مراقي الفلاح للمذهب الحنفي كما قال المفسرون، أنه من صلى بين المغرب والعشاء هذه 6 ركعات، من صلى 4 ركعات بين المغرب والعشاء، والأربع ركعات تصلى بعد الركعتين السنة المؤكدة التي تصلى بعد المغرب. من صلى 4 ركعات بين المغرب والعشاء لم يتكلم بينهن رفعت له في عليين، وعليين هذه هي أعلى درجة في الفردوس الأعلى بعد درجة الأنبياء، وكان كمن أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى، وكانت أفضل عند الله سبحانه وتعالى من قيام، وكانت أفضل عند الله سبحانه وتعالى من قيام نصف ليلة، من قيام نصف ليلة. وهذه الصلاة تسمى صلاة الأوابين كما ذكر، كما قال عبد الله بن مسعود، وتسمى أيضا صلاة الغفلة، ويبنى لك بها قصران عظيمان في الجنة بينهما مسيرة 100 عام، إذا فيهما من الثمر لو أكل منه أهل المشرق والمغرب لأوسعهم، وتغفر بك لك ذنوب 50 سنة، وتغفر ذنوبك لو كانت مثل زبد البحر، ويشفع لك ملكان، ولها ملاقب عظيمة لا تحصى، تكلمت عنها كثيرا قبل ذلك. إذا لو أنك صليت، لأن الليل يبدأ من المغرب، ولأنك صليت 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب لك بها قيام أكثر من نصف ليلة، وكمان كنت كمان أدرك ليلة القدر في المسجد الأقصى، وترفع هذه الصلاة في الليل، يبقى تستطيع أن تحصل ثواب قيام 4 ليالي أو أكثر في ليلة واحدة. تصلي صلاة العشاء في المسجد، تصلي صلاة الصبح في جماعة، وهذا واجب شرعي وحتمي ويأتي متاركه، تقرأ خواتيم سورة البقرة في كل ليلة ولن تأخذ منك أكثر من دقيقة، وتقرأ خواتيم أو آخر 10 آيات من سورة آل عمران بنية الحصول على قيام ليلة كاملة، ويكتب لك بها أيضا قيام ليلة كاملة، وبالتالي يكتب لك 3 ليالي ونصف، ثم تصلي أيضا 6 ركعات بين المغرب والعشاء لهذه الصلاة، تسمى صلاة الغفلة، التي كانت تتثقل فيها رؤوس الصحابة رضي الله عنهم من شدة رغبتهم في النوم، لذلك جعل الله سبحانه وتعالى لها هذا الثواب العظيم. وهي لذلك قال العلماء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، انهم كانوا يكثرون من التنفل بين المغرب والعشاء، او الفتره التي يغفل عنها كثير من الناس فيضاعف فيها ثواب اضعافا كثير. يبقى نعمل الحاجات ديت هتحصل كل ليله ثواب قيام 4 ليالي في ليله واحده. تصلي العشاء في جماعه، تصلي الفجر في جماعه، تقرأ خواتيم سورة البقرة، تقرأ خواتيم سورة آل عمران، تصلي 6 ركعات بين المغرب والعشاء، طبعا مع
تصلي المغرب في المسجد، تصلي العشاء في المسجد. ما ينفعش ان انا اصلي 6 ركعات بين المغرب والعشاء وانا اضيع صلاه المغرب والعشاء في المسجد. يجب ان عليك ان تصلي صلاه المغرب في العشاء في المسجد، وتصلي صلاه العشاء ايضا في المسجد، وتجلس بين العشاء بين المغرب والعشاء، تذكر الله سبحانه وتعالى وتصلي هذه 6 ركعات. يكتب لك بهذا قيام نصف ليله او قيام 4 ليالي كامله. اكتب لكم كل الكلام ده تحت في سخون شهور ونشر هذا العلم ثواب عظيم، ونعلم علما في الله اجر من عمل بيوم القيامه. الا ان تذكروا بكل شيء، تشوش على الجرس في شرق القناه لسانكم الجديد، وتساعدوني على نشر السنه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.